إذن مشاهدينا، يعني هذه الصورة التي تتحدث عن نفسها 12 نافذة من هنا من مزبيرو على عدد من المناطق في جمهورية مصر العربية التي خرجت لتعلن رفضها لهذا الهجوم العدواني على أهالينا في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ملايين المواطنين الشرفاء نزلوا إلى الشوارع لإعلان تأييدهم للقضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى وقضية الإنسانية الأولى. القيادة السياسية فتحت الباب لهؤلاء للنزول إلى الشارع للتعبير عن رأيهم لرفضهم ما يمارس ضد أهالينا في فلسطين وفي الضفة الغربية تحديدا وفي قطاع غزة من قبل هذا العدوان الإسرائيلي في جمعة تحيا مصر. هؤلاء المواطنون والملايين من المواطنين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن هذا الرفض وتأييدهم لقرارات القيادة السياسية في هذا الشأن. فالمساعي المصرية لا تتوقف في دعم القضية الفلسطينية. ومعنا من رام الله السيد محمد الحوراني القيادي بحركة فتح. سيد محمد، أهلا بك معنا، وكل الدعم والتأييد لإخواننا في فلسطين. حياكم الله وتحية كبيرة لمصر ولأشقائنا في مصر التي تقف دوما بشكل رسمي وشعبي بجانب فلسطين في كل مراحل تاريخها. ونحن بالفعل غير ما نرى من جماهير هادرة خرجت في مصر وغيرها من البلاد العربية وقوفا إلى جانب الحق الفلسطيني، نعتقد أن موقف مصر مع الأردن وبقية الدول العربية استطاع أن يكسر خطوة مهمة كانت إسرائيل تريدها عبر القصف الدامي لقطاع غزة لتهجير أهلنا من قطاع غزة. هذا الموقف المقدر عمليا كسر خطوة استراتيجية كانت تريد أن تقدم عليها إسرائيل بتغطية أمريكية، وهذا إنجاز مهم. والآن طبعا مطلوب العمل، وهو ما يعني يفعل، من أجل إرسال الغوث وإدخال الغذاء والدواء لأهلنا في قطاع غزة من أجل تلبية احتياجات إنسانية. إسرائيل يتعرى موقفها أكثر وأكثر، وأن ما تقوم به عمليا هو عقوبة جماعية وعملية قتل جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني في رد انتقامي من الشعب نفسه، من الناس العاديين. نعم، يعني الموقف المصري سواء الشعبي أو السياسي أو القيادي هو موقف من القلب أستاذ محمد، ولكن إذا نظرنا إلى آخر المستجدات وتحديدا إنسانيا، اليوم شاهدنا سويا المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة من معبر رفح من الناحية المصرية. كيف تتابعون في رام الله هذه الخطوة؟ دور مصر مهم جدا في هذه المرحلة الحساسة. وسيد غوتيريش عندما جاء لمعبر رفح هو يريد أن أولا يقوم بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أكثر من 2 مليون إنسان محاصرين ترتكب بحقهم جريمة منع المياه والدواء والتهجير والقصف وكل ما يرى العالم. الآن وقوفه عند معبر رفح هي رسالة عن ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى الناس، ونأمل بالفعل كما يأمل أهلنا الآن اللي موجودين في الخيام الجديدة التي نصبت لهم بين خان يونس ورفح أن يصلهم هذا الغوث بأسرع وقت ممكن. وبالطبع الآن المطلوب بجانب هذا العمل الذي نتأمل ويجب أن نعمل أن يكون مستدام، لأن مئات آلاف الناس في الواقع هم من هم بحاجة لهذه المساعدات. واضح إن شاء الله أن يكون هناك آلية يعمل من أجل إيصال دائم لكل هذه المساعدات لمن يحتاجها من الناس. بجانب هذا لابد من العمل على وقف هذا العدوان على أهلنا في قطاع غزة. طبعا في هناك مؤتمر سيعقد اليومين القادمين دوليين، لو مؤتمر دولي دعت إليه مصر. هذا هو جوهر الموضوع. جوهر المشكلة بالأساس هو وجود الاحتلال، ومصر بالتنسيق مع دول عربية أخرى بادرت هذه المبادرة المهمة التي تريد أن تتناول جوهر الموضوع، جذره وأصله وهو وجود الاحتلال. لذلك نسمع الآن
يعني حتى في كثير من أطراف العمل الدولي أن المشكلة في استمرار الاحتلال. يأتي هذا المؤتمر الذي دعت إليه مصر ليكون تعبيرا عن هذه الحاجة العميقة للتحول كما قلت إلى خطوة كبيرة حتى لو أخذت وقت. طبعا هذا المؤتمر لن تحل فيه الماضي، أصلا إسرائيل ليست جاهزة لأي حوار، ولكن يجب أن يوضع على الجدار كلمة محفورة بكل قوة أن حق الفلسطينيين لا يتعلق فقط بالغذاء والدواء اللازم والواجب، إنما حقهم الأكبر والمهم هو في إنهاء الاحتلال. يعني كما ذكرت سيد محمد، يعني النقطة الأساسية في الموضوع هو حل الأزمة من الأساس، وربما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن أن الهدف الرئيسي بجانب المساعدات، المساعدات هي مرحلة لاستمرار إخواننا في غزة للصمود على أرضهم، ولكن الهدف الرئيسي هو حل القضية من الأساس. إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 هو ما سيفضي إلى السلام في المنطقة. نعم بالضبط، ومفهوم سلفا أن هذا أمر سيلزم مسار طويل من جهد متوالي مركز. لذلك أعتقد يا أخي العزيز بالتالي هناك في خيار لأمريكا وإسرائيل كدولة احتلال، هناك في المنطقة خيارات وهمية تقودها بعض دول الإقليم الغير عربية، أرجو أن يعني تفهمني بشكل سليم. هذه الخيارات الوهمية لن تقدم شيء لا للقضية الفلسطينية ولا للعرب. الآن المواقف العربية التي تبلورت في الفترة الأخيرة ولعبت دور مهم في أن يعني تمنع مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، وتعقد مثلا مؤتمر كما يعقد في مصر. اعتقادي أن هذه المواقف العربية المتعددة يجب وبقيادة مصر والسعودية وبقية الأشقاء العرب أن تتحول إلى خيار عربي في مواجهة الخيار الأمريكي، لأن المهدد في الواقع ليس فقط الشعب الفلسطيني، إنما مصر أيضا مهددة بالخطوات التي كانت تريدها إسرائيل، وكان هذا تهديد حساس للأمن القومي المصري الذي نحرص عليه جميعا. الأردن أيضا كانت مهددة، الضفة الغربية كانت مهددة وما زالت بأن تدفع إلى الفوضى وحالة من الفراغ، وكذلك كل الإقليم العربي. لذلك إذا استطعنا أن ننسق المواقف العربية أكثر وأكثر ونعمقها ونضعها في سياق متسق، بما يؤدي في النهاية إلى أن يبرز هناك خيار عربي يتعلق بمصالح العرب في شرق المتوسط طبعا وغربه، ولكن أقصد أين إسرائيل جغرافيا وتأثيرها المباشر على دول الجوار، هذا خيار استراتيجي يجب العمل عليه وبشكل مستدام بين كل أطراف العمل العربي مع أصدقائنا الدوليين مع المؤسسات الدولية والتي نحن نعمل في إطار القانون الدولي وقرار الشرعية الدولية. يجب أن نضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها فيما يتعلق بضرورة تطبيق القانون الدولي وحق الفلسطينيين في الحياة وإنهاء الاحتلال. العمل الدبلوماسي لن يتوقف حتى يعني ينال من أجرم عقابه وينال المستضعف حقه بإذن الله. أستاذ محمد الحوراني القيادي بحركة فتح من رام الله، أنا بشكرك جدا لوجودك معنا في هذه التغطية المستمرة عبر شاشة التلفزيون المصري.